الطبيعة في فصولها المتغيرة والفراشة في أطوارها المتحولة، عنوانان يتكرران في هذه اللوحات المعروضة في قصر الإمارات بأبوظبي. الطبيعة والفراشة رمزان ظهر بألوان عدة وأشكال مختلفة في أعمال الفنانة الإيطالية دانييلا كارليتي. أحب الطبيعة كثيراً، وفي هذه اللحظات أشعر أن رمز الفراشة المتكرر في أعمالي يعبر عن التحول من المادة إلى الروحانية، ونحن نرنو إلى السماء والفراشة تحلق في السماء. 17 لوحة تعرضها الإيطالية كارليتي هنا، وهي تقول إن الطبيعة هي الفكرة الأصيلة التي تنطلق منها كل أعمالها، وهي لم تختر الفكرة بشكل واع، وإنما هو شعور تحتاج للتعبير عنه. لأنني أعيش بالقرب من نهر، أنا من مدينة فرارة، وبدأت أختار الحشائش والأعشاب لرسمها في أعمالي لأنها تتعلق بالمكان الذي أعيش فيه والذي أحبه كثيراً. هذه الأعمال برموزها لفتت أنظار زوار المعرض الذي سيستمر 3 أشهر، وقالوا إنها في مجملها ترمز للحرية والتوقي للانفلات من العالم المادي. عم تركز هي على الفراشات، والفراشات فيها نعبر عن موضوع الحرية إذا بدنا، الجمال تبع الطبيعة. هي طبعاً استخدمت الألوان تعبر عن الحياة والحرية والأمل والطبيعة. في رحلتها للبحث عن الانسجام وتمثيل الجمال في الطبيعة، استخدمت الفنانة الإيطالية دانييلا كارليتي ألواناً ومواد عديدة ولم تستقر على شكل بعينه، وتعلل ذلك بأن الفن مثل الحياة متحول ومتغير وحر. أعتقد أنه لدي حنين للوقت الذي كان للإنسان تواصل مباشر مع الطبيعة، ولا أستطيع شرح حاجتي الملحة للتعبير عنه. هكذا وصفت الفنانة الإيطالية دانييلا كارليتي مجمل أعمالها الفنية، ومنها لوحاتها المعروضة هنا في قصر الإمارات. رفيع الطالعي، سكاي نيوز عربية، أبوظبي. وتنضم إلينا هنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية الإيطالية دانييلا كارليتي. أهلا وسهلا بك دانييلا معنا هنا في سكاي نيوز عربية. بداية حدثينا أكثر عن هذا المعرض، ولماذا الفراشة؟ أولا أنطلق من البداية، لقد تم الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني في روما. المدير العام للمعرض السويسري من أجل تحقيق أحد المشاريع، وكنت سعيدة جدا لأني قابلت هذا العرض. الفراشة في هذه المرحلة هي الركيزة الأساسية في عملي منذ بداية مشواري مع الفن. أنظر إلى الطبيعة، أتطلع إلى الطبيعة منذ عدة أعوام، أنظر إلى الطبيعة عبر الفن. الفراشة تعبر، هي رمز بالنسبة لي، رمز للتحول، خاصة تحول من الحياة المادية إلى الحياة الروحية. الفراشة عندما تطير، عندما تنطلق وتطير عبر هذا الطيران، تحاول الوصول إلى مدد آخر. أعتقد بأن هذا المرحلة الروحية، تسعى إلى الوصول إلى المرحلة الروحية. أعتقد لذلك بأن على الإنسان أن ينظر إلى الطبيعة مجددا بعين مختلفة، ولذلك هذا هو معنى المعرض أو لماذا أنظر إلى الفراشة. لذلك الفراشة عبر هذه الخفة عندما تطير ترمز إلى نوع من الحرية، وعندما تنطلق إلى السماء فإنها تعبر عن هذا الانعطاق من المادية الموجودة على الأرض. طيب، هذا وصف جميل جدا. هل هذا الرمز مستمر معك منذ أن بدأت أعمالك الفنية، أم أنه يعني فقط لهذه الفترة؟ طيب، هل هناك رمز آخر تتطلعين لاستخدامه؟ هذا موجود معي في مشواري الفني. في هذه المرحلة أنا أرمز عبر الفراشة، ولكن عندما بدأت
كنت أجمع بعض النباتات خاصة في مدينة فرارة القريبة من أحد الأنهار. كنت مدرسة وكنت أقوم عبر التصوير أيضا التصوير الفوتوغرافي. كنت أحاول عبر هذا التصوير sulla Creta. Adesso non so come verrà tradotta questa. لا أعلم كيف سيتم ترجمة ما أقوله الآن، ولكن عندما بدأت تلك المرحلة كنت أقترب إلى الطبيعة بهذه الطريقة عبر إعادة خلقها في رسومات محددة، ولكن مع الوقت بالطبع تم تطوير تطورت أبحاثي بالنسبة للعلاقة بالطبيعة ورسمها عبر تقنية محددة، خاصة على الأوراق، النوع من الأوراق اليابانية الخفيفة جدا. كنت ألونها وبعد ذلك كنت أضعها على القماش، وعبر تقنية محددة كنت أحصل على هذه النتائج وأأمل بأن يعجبكم. دانييلا، يعني نرى من أعمالك بأنك تفضلين الألوان ربما الزاهية الجميلة، كيف تختارين هذه الألوان؟ هل لديك ألوان مفضلة؟ لا أبدا، ليست لدي ألوان مفضلة. أنا أحب اللون بشكل عام، جميع الألوان. بعض الأوقات حسب الأحاسيس، إذا أريد أن أعبر عن شيء ربما يقترب أكثر إلى الربيع على سبيل المثال أختار هذه الألوان، ألوان الربيع. إذا كان الشتاء أختار اللون الأبيض على سبيل المثال، الذي يرمز أو الذي يرمز إلى الثلج والبرودة. ربما ليس لديكم هنا، ولكن نحن لدينا، لذلك أعتبر بأن توالي الفصول يدفعني إلى اختيار الألوان المحددة وما يعكس حالتي النفسية. طيب، لماذا اخترت أبو ظبي لهذا المعرض تحديدا، وكيف نظرتك الآن إلى يعني الفن هنا في أبو ظبي؟ هناك العديد من المعارض يتم إنشاؤها، أيضا هناك تجمع للمتاحف، يتم اللوفر والعديد من المتاحف العالمية يتم إنشاؤها في أبو ظبي. هل تنظرين إلى أبو ظبي بأنها مليئة أو يعني تسير نحو فن أفضل؟ ليس فقط اللوفر، أيضا جوغنهايم، هذا سيكون مركزا ثقافيا مهما جدا في أبو ظبي. لقد تمت دعوتي وأنا سعيدة جدا بأن أدخل، تكون لدي الإمكانية والمشاركة في تطور الثقافة في هذا البلد، وشكرا جزيلا لمن قام بدعوتي إلى هنا. لم تتم دعوتي إلى هنا، وأنا سعيدة بقبولي بهذه الدعوة والمشاركة ووجودي هنا في هذا البلد.